بونسوار سيف الدين، أبخي نطلعك خويا مكاش مشكل. بونسوار أزول، توحشناك تويتي حسين، توحشك الخير. باش هاد عيان هدى فرعون راهي تعطي تاع الانترنت بالك وي معليش نتوما فيلمي وماشي مشكل. بونسوار ازول، ام كاين ثاني هذيك الذبابه الالكترونيه الناس اللي راهم يدخلوا تاوحهم اصحاب الكاشير كي تلحق الميل هما نصهم راهم تاوحهم سما سي بور سا كي ديروا البارطاج ما يجيش بزاف باسكو داخلين تاوحهم معنا مانا ماذا بيك تعطونا 1500 ولا باش نديروا تحيات العالم و نديروا تدخل ما نطلعك سمين ماشي مشكل خويا عندي برك بونسوار لا كونيكسيون اي كاتاستروفيك اون الجيري وي ال كومونس وي سي سكي مون دي وي ازو ميس مورث مصطفى المسيدي يقول لها كي تخزري الفوق نشوف الساعة ال 11:25 سبوسا نشوف الفوق الله يحفظكم صبحي اخي الكريم حبك ميرسي زكي شكرا زكي اكوزا الله يرحم شهداء وي السلام عليكم مساء الخير ومرحبا بكم يوم جو الخير apparemment la connexion on بداو من اليوم ربي يجيب الخير بيان سور ربي يجيب الخير سوا حياكم الله بلدي وشعب تونسي في الغربه متشرفين تحياتنا لناس المغرب وناس تونس وناس ليبيا ناس موريتانيا ناس الصحراء الغربيه وكل الامه العربيه من المحيط الى الخليج مي سالوتاسيون ا تو لي مغربا تونسيان الجزائريين ماروكان موريتانيا ليبيا الصحراوي j'ai un truc à vous demander par rapport au consulat de Lyon d'accord خلينا من المنسقات هذون 20 سنه هما يحكموا فينا ولم نسمع الا خبر سقوط الدينار بالطبع تحيه العالم تحيه العالم الجزائري والفلسطيني ولا للعهدة الخامسة أولا نترحم على شهداء الواجب الوطني اللي سقطت بهم مروحة في الشيقية ولاية تيارت الله يرحمهم وربي يصبر والديهم ونقدم تعازي الخالصة من أعماق الوجدان وخاصة خاصة سمير العربي شريف هذا من مدينتي من مدينة سور الغزلان وانا كي جيت للخارج خليته في عمره 9 سنين الله يبارك وكبر ولا رائد
ويسوق الهليكوبتر ما شاء الله. الله يرحمك يا سمير، الله ربي يصبر مرتك ولادك باسكو انت ايتيم، وتعازي الخالصة لمدينة سور غزلان ولاد بلادي، وراني متضامنة معكم الله يرحمهم. كما يقول لك ولاد الحلال يموتوا في عمر الزهور باش يعيشوا ولاد الحرام في عمر القبور. حسبي الله ونعم الوكيل من كان سببا في سقوط هذه المروحية. المهم الإنسان ما يجهلش لحق الساعة تاعو. أما فيما يخص التدخل اللي حبيت نديرو، حبيت برك نفهم هذاك المعقال عيشة طويلة تاع عبد الملك سلال، باش نقولو يرحم باباك، اسكو تسمع بحاجة سموها التداول السلمي للسلطة، هو احترام للدستور، وهذا هو المعيار الديمقراطية. لا لا، ولا نقول لكم فرونسي، لالتيرنونس باسيفيك او بوفوار dans le respect de la constitution et c'est le critère de la démocratie. Est-ce que ما فهمتش هذه العباره؟ تهدرنا على القانون، صبح تهدر على القانون، لانك ابارامون راك رسميا للحمله البوتفليقيه، المملكه البوتفليقيه، يا المعقال يا الرخيص ويا الطحان. ما تعرفش واش معناتها تداول السلطه وتهدر على القانون وتقول احنا القانون نحترموه. انتم راكم اختصبتوا القانون، انتوما قاعدين ترشحونا في واحد فاقد الوعي ومشلول وعنده الايزايمر، اسمها راكم اغتصبتوا الدستور. وانا ندوموندي برك العائله تاع بوتفليقه وراهي ما عندهمش ضمير، يقولوا خونا راه يتعذب، وراه يختو زهور، وراه يختو ما على باليش خوه، وراكم يا عائله بوتفليقه. الله ربي يهديكم ولا يديكم، الله ربي يهديكم ولا يديكم. المهم الشعب فاق لكم، والشعب الجزائري راهو واعي، ولكم رجاله كيما انت ويحيى يا اللي راك طحان وفرحان، اللي راك تقول الشعب الجزائري فرحان، انت هو اللي طحان وفرحان. الا فيكم ريحه الرجوله اخرجوا عند الشعب، اخرجوا للشعب، احتكوا بالشعب وتشوفوا الرد فعل تاع الشعب. بصح انتوما مجرمون، سما ما فيكمش ذره تاع رجال، هذا ما نقولكم. اما الاعلام تاع الجزائري، اعلام العار والاستحمار من قناة النهار والرواح، حاشا قادة كومي سابيل قادة بن عمارة تاع الشروق، هذاك راجل درقاز العالي. وانتوما الصحافة الجزائرية، التاريخ سيشهد لكم بالخيانة، باللي ما تقدرشوش تروحوا تسقسيوا الشعب وتشوفوا الرد فعل تاعو، تسقسيوه باللي رانا كامل رانا ضد العهدة الخامسة، هذا ما نقولكم. كيما راني قلتها لكم في العنوان، ظهرت واحد الطائفة، طائفة العبودية تاع الكادر، فهمتوا؟ هذيك الطائفة على بالك منين تتغذى من الكاشير والذبابة الإلكترونية. وكما يقول لك الانحناء والذل يجذب النفاق، هكذا راكم ديروا انتوما، هكذا راكم ديروا. يا ربي ما تكونوش عبادا للعباد برك، ما تكونوش دي زيسكلاف، هذا ما نقولكم. وانت يا سباغ الشعر يا الكلب تاع عمار غول، سيدي سقسي فيك، قال لك وراه الرئيس تاعكم، وراه الرئيس تاعنا على ما يجيش يهضر معنا. واش قلت له انت؟ يا انت برك، قال لك موش حاضر. قلت له انت يا سيدي كنت برك حاضر، ما تحشمش، انت ديجاك خاين، انت كنت مع الحماس ومن بعد الحماس خدعتهم ورحت. ما تزيدش تهضر على فمنا تقولنا باللي انا رانا مع بوتفليقه حي ولا ميت. يخي رخيص، يخي طحاحنا، يخي والله العظيم غير حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ليسونسيال خاوتي، الميساج اللي حبيت نجوزو لكم على الوقفه تاع غدوه، ان شاء الله وقفه سلميه، وراهم يخوفوا فيكم ما يخوفونا ما والو، وقفه سلميه ولا للتخريب لا للتكسير، وما تطيحوش في البياج تاعهم. وهي جات تحياتي ناس درقاز العالي، ناس بجايه اللي داروا وقفه اليوم ما شاء الله، وتحياتي الخالصه الشاويه الحرار خنشله اللي داروا وقفه وحاوزوا عمار 2 كي جاهم بطريقه سلميه، بارك الله فيكم. تحيه القبائل وتحيه الشاويه، وراكم يا بني مزاب، وراكم صحاب التل وصحاب الغرب، ان شاء الله تكونوا في القمه غدوه، 48 ولايه تخرجوا ان شاء الله، تخرجوا في طريقه سلميه. ونقول لكم ما كان لا تحاولوا تقتحموا الشرطه ولا زعما سي جامي يخرجوا العسكر ولا الجدارميه. المهم راهم يقول لكم خاوتكم العسكر والجدارميه والشرطه، كونكم برك رجاله، ما تكسروا ما تفسدوا ما والو، اللي تلقاوه يخسر،
ويكسر سلموه للسلطة المعنية، سلموه للشرطة. راهم خاوتنا تحبوا ديروا تكون برك اون ماس، يفوك لي اون ماس بوبولار، تكون برك الشعب يكون كامل في منطقة واحدة، اسمها قدام البلدية، تخرجوا قدام الدائرة قدام الولاية، وإلا قالوا لكم ما تقربوش المقرات اقعدوا جلسوا اقعدوا ترونكيل، وما تسبوا ما والو، لا للعهدة الخامسة، هذا مكان لا للعهدة الخامسة، نعم للتغيير. وحنا نستناو الرد فعل، ولازم كل جمعة تخرجوا لهم، وحنايا نولوا هنايا كل حد نخرجوا لهم حتى يسحبوا المترشح تاعهم عبد العزيز بوتفليقة اللي راكم بهدلتوا به. وعات الناس، واش عاد تدير الناس؟ عاد تدخل لي زابيسي والدوائر وتعفس على الصورة تاعو، بهدلتوا بالرئيس اللي مازال ما كملش العهدة تاعو. الله لا تربحكم كما يقول خويا قادة بن عمار، الله لا تربحكم يا وجوه الشر. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. خوتي بارطاجيو الماكسيموم دركا، ونعاود نولي لكم نطلعكم باش تعطوني الرأي تاعكم. جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا، وتحية الجزائر يا وجوه الخير.